وللحديث عن الأجواء الثورية في تعز ينضم معنا محمد الصبري القيادي في ثورة الشباب. أهلا وسهلا بك سيد محمد، يعني ما هي الأجواء التي تسود ثوار يعني تعز في هذه الذكرى وفي ظل التحضيرات لاحتفالياتها؟ بداية أسعد الله مساك في السليم وجميع المشاهدين الكرام لصلاة من الشباب. أود أن أقول بأن هنا في تعز التجهيزات والتحضيرات قائمة على قدم الوساط على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي لاستقبال يوم 11 من فبراير باحتفالية كرنفالية كبيرة كما ذكر أخي مدير الشباب والرياضة كونه عضو اللجنة الرسمية للمحافظة. الجانب الشعبي والثوري بدأت فعاليته منذ يوم أمس في ساحة الحرية في تعز بخطبة الجمعة وحضور صلاة الجمعة والمسيرة التي سلكها لثوار 11 فبراير في تعز مؤكدين على استمرارية هذه الثورة. الأجواء هنا مختلفة جدا في تعز، مشعل الثورة وانطلاقتها الأولى لها وقع كبير جدا على وقع انتصارات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وثباتهم في مواقعهم رغم الظروف التي يمرون بها. هنا في تعز الأجواء غير أعتقد كثير من المحافظات، كون الشعب هنا يشتعل كله ثورة وتجد الحالة الثورية موجودة في كل في كل مكان، في الشارع، في البيوت، في أماكن عامة كمطاعم كمقاهي، في الريف، في المدينة. الحالة الثورية هنا مفعلة، والدليل على ذلك استمرارية الثورة التي لم تنطفئ حتى اليوم. ساحة التغيير في محافظة ساحة الحرية في محافظة تعز هي الساحة الوحيدة التي لم تنطفئ كثرتها منذ 2011. نعم، يعني هذه الاحتفالية وهذا الزخم وهذه الحرارة التي تسود يعني جميع فئات المجتمع اليمني في تعز، إلى أي مدى تنعكس إيجابا على تحرير يعني كامل المحافظة وفك الحصار عن محافظة تعز؟ طبعا أخي الكريم، ثوار فبراير منقسمين إلى قسمين أو موزعين على قسمين. القسم الأول هم أولئك الرجال الشباب الذين أخذوا على عاتقهم حمل البندقية للدفاع عن هذا الوطن وعن الدولة، وهم الآن مخرطين داخل الجيش الوطني وقوات الأمن للحفاظ وحماية مكتسبات الدولة وإعادة الشرعية وحتى النصر. القسم الثاني أولئك الرجال الآخرين الذين يساندونهم وهم في الشوارع وفي الثورة استمرار الثورة السلمية. لا شك ولا ريب بأن المجتمع هو كل همه هو التحرير، وأحد شعارات ثورة فبراير لهذا العام ثورة مستمرة التحرير والأمن وإعادة ضبط وفور الدولة في المناطق المحررة. هذه الأهداف ما زالت حاضرة في عقول الثوار هنا في تعز ولها تأثير كبير جدا. وأعتقد أنا لأن ما حصلت في الوطن بشكل عام من انتصارات بفضل الله عز وجل أولا، ثم بجهود أولئك الثوار الذين خرجوا وواجهوا الرصاص سلمياً، وهم اليوم يحملون البندقية للدفاع عن دولتهم واستعادة كرامتهم وشرعيتهم. شكراً لك محمد الصبري القيادي في ثورة الشباب متحدثاً من تعز.